الليلة ندوتنا حول الضمان الصحي وتجارب الدول الأخرى. يتحدث فيها الأخوين الكريمين الأخ يحيى المخرك اللي هو عضو قطاع النقابات العمانية في المنبر، والأخ عبد الله جناحي رئيس اللجنة المركزية في وعد حول هذا الضمان. فقط مدخل بسيط، يعني لماذا هذا الضمان أتى الآن؟ طبعا هو الضمان الصحي لم يأتي من الآن، الضمان الصحي كان فيه تفكير سابق إليه، وأعتقد في 2005 بدأت الحكومة يعني خطوات جدية نحو هذا الضمان، وشكلت لجنة مكونة من وزارة الصحة ومن بعض الوزارات الحكومية مثل مؤسسة النقد، وزارة المالية، وكان مشارك فيها أيضا الاتحاد العام لنقابات عمان البحرين، وتم التأسيس لهذا الشيء إلى أن ما وصل إليها الآن. في أسباب يعني عديدة أدت إلى أنه الحكومة تتجه للضمان الصحي، وهو الضغط الاقتصادي على البلد. كنا نعرف أن أمس يعني اليوم كان في ندوة في غرفة تجارة صناعة البحرين نشرتها الوسط، جريدة الوسط اليوم، كان في يتكلمون عن العجز في الدين العام وصل إلى 8.5 مليار دولار، وأن الحكومة تدفع مليار دولار فوائد قروض إلى البنوك، فقط الفوائد مليار دولار مال 2016. ففي هناك عجز كبير على الحكومة خلتها تتجه للقطاع الضمان الصحي. أيضا نقطة النمو السكاني الهائل، النمو السكاني الآن وصل إلى 1,150,000 تقريبا عدد سكان البحرين بما فيهم الأجانب، والتطور الصحي لا يتماشى مع هذا الاضطراد في النمو السكاني. أيضا في نقطة أخرى مهمة، وهي إن اللي هو المواطن وين موقعه من هذا التغيير؟ ما هي فائدة المواطن من هذا التغيير؟ ما هي السلبيات العائدة على هذا التأمين من هذا الضمان الصحي على المواطن؟ النقطة الأخيرة وهي الفئة المستهدفة من هذا الضمان الصحي، هم يعني أعتقد إن هم العمالة الدنيا، خلنا نقول في قطاع الإنشاءات، قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، هذه الفئة اللي ما يوفر لها أرباب العمل أو هذه الشركات اللي هو تأمين صحي. نعرف إحنا التأمين الصحي توفره بالبنوك، كثير من البنوك، تقريبا جميع البنوك توفره، تقريبا جميع شركات التأمين والشركات الكبرى والمصانع الكبرى لموظفيها. على العكس، هذا التأمين، الخدمة التأمينية أو المنفعة التأمينية اللي تقدمها هذه الشركات غالبا ما تكون أفضل مما تقدمها الحكومة للمواطن في كثير من الأحيان. فجاء هذا التأمين ليستهدف هذه الفئات، خلنا العمال، الفئة الدنيا، وهم دلين أوردي يدفعون أرباب العمل. الحكومة أو هيئة تنظيم سوق العمل MRA يدفعون 72 دينار هؤلاء أرباب العمل حتى يحصلون على رخصة العامل، مقابل الخدمة، يعني أنا أقول خدمة متواضعة جدا من وزارة الصحة لهؤلاء العظماء. أولا هذا العامل لما يروح المستوصف يدفع 7 دنانير كرسوم أولية. هذا العلاج لا يشمل الرقات في المستشفى، ولا يشمل الأدوية، ولا يشمل الأشعة، فقط يعني كشف، يعني أكثر منه من أي علاج آخر. فهذا الاتجاه دخلت شركات التأمين مع الضمان الصحي الحكومة في توفير، خلنا نقول، وثائق يعني تباع لأرباب العمل لمن يحب يشتري، وأعتقد أنه سوف يكون لها سوق في المستقبل. يعني بتوفر 2,500 دينار إلى العامل، يعني هذه الوثيقة اللي تقبل فيها الـ MRA 2,500 دينار، ممكن رب العمل يختار. أما inpatient اللي هو الرقاد، يعني outpatient اللي هو العلاج البيسك، خلنا نقول، أو شو اسمه، الكاونتر، يعني لما يجي يتعالج الكاونتر يختار إحداهم يعني، وهذه يدفع فيها في مبلغ
قسط التأمين يتراوح بين 60 دينار و100 دينار، وهذا يشمل يعني مثلا 3 دينار الى 5 دينار ديدكتبل احنا نسميه، اللي هو الدفعة الاولى، رسوم الدفعة الاولى الرسم، هذا يعني المتوفر الان في السوق. نشوف الاخوين مش عندهم من هذه الامور، اللي هو الاخ يحيى المخرج راح يتحدث حول الضمان الصحي، والاخ عبد الله جناحي راح يتحدث حول تجارب الدول الاخرى، وكل منهم راح ياخذ تقريبا من 20 الى نص ساعه، ونتمنى ان يعني تستمتعوا بهذا الحديث. شكرا. مساء الخير جميعا. شكرا لجمعية واعد على هاي الاستضافة. بحاول ان انا اختصر، يعني ان احنا ما ناخذ النص ساعة كاملة. العرض اللي مجهزنا في يعني معلومات فنية عن التأمين، فهي مدخل او التأمين الصحي التجاري، بنشرح لكم يعني بشكل سريع وش التأمين التجاري. يعني أغلب اللي اشتغلوا في البنوك المؤسسات الكبيرة بيكون عندهم فكرة لأنهم جربوا وكان عندهم تأمين صحي فعرفوا بالممارسة يعني وبالاستخدام. بنتكلم أيضا عن الفرق ما بين التأمين الصحي للأفراد وللشركات، مميزات وعيوب التأمين الصحي. بعدين بنتكلم عن مشروع الضمان الصحي اللي طرحت لنا الحكومة، توقعاتنا شلون بيمشي، وموقفنا من هذا المشروع. طبعا في البداية بحاول أمشي سريع، يعني مثل ما قال الأستاذ سعيد، بعد التأمين الصحي يصنف كمنفعة للموظفين، employee benefit، الشركات تقدمها لموظفينها على أساس تريحهم، على أساس يحسون بقيمتهم للشركة، على أساس ما يفكرون يطلعون منها إلى شركة ثانية ما تقدم نفس المميزات، فيحافظون على موظفينهم عندهم. من صور الأخرى للإمبلوي بنفت، تأمين على الحياة، برامج الادخار والتقاعد، وهي تشوفها بس في المؤسسات الكبيرة. ولكن اليوم في سوق التأمين احنا نشوف ان حتى المؤسسات الصغيرة فيها 4 أو 5 موظفين قاعدين يدورون نفس المميزات عشان يقدرون يستقطبون حتى من الشركات الكبيرة موظفين ينضمون لها. في نفس الوقت شركات التأمين أيضا انتبهت إلى وجود رغبة من الأفراد بدون شركاتهم أنهم يأخذون تأمين صحي، وهذا أغلبهم اللي أنا شفتهم، يعني يكون اشتغل في شركة كبيرة كان عنده تأمين صحي، قاعد استقال راح شركة ما فيها، يحس بالفراغ، يحس بأنه في شيء نقص عنده من وجود تأمين صحي، فبدأت شركات التأمين هي تقدمه أيضا للأفراد يقدرون يشترونه. التأمين الصحي تكلفته في البحرين حوالي 48 مليون دينار حسب في سنة 2014. طبعا عمليا المبلغ او التكلفة راحت يعني يمكن 12% زادت في 2015. هذا مبني على قرار الرعاية الأولية اللي صدر من وزارة الصحة، اللي متعارف عليه رسوم الإلمارير، وهي الرسوم اللي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل بالنيابة عن وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الأولية للعمال الأجانب وأيضا حتى البحرينيين. الأجانب يأخذون يعني عليهم 72 دينار والبحرينيين 22 دينار ونص بس تستحصل من التأمينات الاجتماعية. قبل لا يكون في تأمين صحي في البحرين، يمكن من أوائل الشركات يعني الكبيرة، يمكن شركة باتلكو كان عندهم تأمين صحي وكانوا يديرونه مو يعني عن طريق شركات التأمين ولكن داخليا، لكل موظف يتلقى العلاج يجيب الفواتير ويدفعون له، نسميه reimbursement. طبعا هذه الموديل يتطلب مجهود عالي ويعني مجهود إداري، تكلفة إدارية عالية، يتطلب متخصصين عشان يدققون في الأبيال اللي قاعدة تجي. من الصعب على الشركات اللي غير متخصصة إن هي تقدر ميزانياتها بشكل دقيق، وأيضا يضطر الموظف إنه هو يدفع أول وبعدين يستحصل من شركته، وهني الدور اللي تقدمه شركات التأمين اللي خلى هذه الطريقة ما تستمر، لأن شركات تأمين عندها الخبرة وعندها الموظفين المتخصصين خبراء اكتواريين يقدمون توقع دقيق
للميزانية المطلوبة، لديها الخبرات العالية في تدقيق المصاريف لما تجي الأرصدة. بالمناسبة التأمين الصحي هو أحد المجالات اللي فيها يعني خداع كبير، فرود احنا نسميه. في ناس يعني تجيب أرصدة لأشياء هي ما سوتها على أساس تطلع منها فلوس. فهني شركات تأمين عندهم أطباء موجودين يدققون على الأبيال إلى آخره على أساس ما يكون في هاي الخداع. التكلفة الإدارية أقل لأن يعني يكون في شركات احنا نسميها TPA Third Party Administrator، هم الشركات اللي تسوي العمليات الإدارية إلى مجموعة من الشركات، فنسميه عندنا Economies of Scale. لما يكون عندك فريق متخصص يدير خلينا نقول 5000 مؤمن له، غير لما يكون نفس الفريق بعدد شوية أكبر يدير إلى 20,000 أو 30,000، فالتكلفة تكون أقل. طبعا في النهاية شركة تأمين تهدف إلى الحصول على قسط تأمين يساوي التكلفة الطبية اللي يدفعونها الأبيال للمستشفيات، مصاريف الإدارية وهامش للربح. بالمقابل لو هذه المعادلة اختلت صار القسط التأمين أقل، تتحمل شركة التأمين في النهاية. وأيضا تقدم شركات تأمين خدمات الدفع المباشر Direct Billing، يعني اللي عنده بطاقة تأمينية يروح المستشفى يدفع مبلغ تحمل، وشركة تأمين عندها اتفاق ويا المستشفى تدفع مباشر لهم، ما يضطر أنه يدفعه وبعدين يطالب فيه، ويقدرون يقدمون خدمات على مدى 24 ساعة. ما هو التأمين الصحي؟ هو خدمة أو منتج تقدمه شركات تأمين تجارية أو الهادفة للربح، إما للشركات أو للأفراد. يقوم هذا المنتج بتحمل نفقات أو تكلفة العناية الصحية لأعضاء برنامج التأمين الصحي. والتأمين الصحي ككل عقود التأمين عقد محدد الشروط، محدد التغطية، وفيه العديد من الاستثناءات. أقسام، وش اللي ممكن الواحد يشوفه في بوليصة التأمين لما يأخذها أو وثيقة التأمين؟ أول شغلة الحد الأقصى السنوي يتراوح ما بين الحين حديثاً قمنا نشوف 2500 دينار وموجود إلى 250,000 دينار، بس الأغلب اللي المتداول ما بين 10,000 إلى 25,000 دينار. هذا المبلغ اللي لا يمكن لشركة التأمين أن هي بتدفع أكثر منه للشخص الواحد في السنة الواحدة. النقطة اللي بعدها التغطية الجغرافية. الوثائق ممكن تكون محلية بس في البحرين تغطيك، في عندنا محلية وزائد جنوب شرق آسيا، أو ممكن يكون الشرق الأوسط أو العالم كله باستثناء أمريكا أو العالم أجمع. وش نعني هني؟ المعني أنه بإمكان الشخص أنه يختار أنه يتعالج في أي من الدول المشمولة في التغطية الجغرافية. ينقسم التأمين بشكل أساسي إلى قسمين، الإمبيشنت والأوتبيشنت، العلاج الداخلي، العلاج أو العناية التي تستدعي المبيت في المستشفى لتلقيها أو العمليات اللي احنا نسميه الترقيد، والعلاج الخارجي الأوتبيشنت، يعني العلاج أو العناية التي يتلقاها المريض ويغادر بعدها المستشفى ولا تستدعي المبيت. عادة يكون في مبلغ تحمل، في الغالب اللي موجود في سوق التأمين عادة تكون 5 دينار مبلغ التحمل. بعدين في عندنا في وثيقة التأمين المنافع الإضافية الأديشنال بنفيت، اللي هي الحمل والولادة، العناية الروتينية بالأسنان، رعاية العيون والبصر، والأمراض المزمنة والأمراض السابقة للتأمين. يعني بشكل أساسي أغلب وثائق التأمين تستثني لأي شخص الأشياء اللي الأمراض المزمنة اللي موجودة عنده ما لم يتم إضافة هذه المنافع الإضافية فتكون مغطية. الفرق ما بين التأمين للشركات وتأمين الأفراد هي القدرة على التفاوض وتفصيل وثيقة التأمين حسب الرغبة. الشخص لما يروح كفرد إلى شركة تأمين عشان يشتري بيكون عنده خيارات، ممكن يكون 3, 4, 5، يختار واحد منهم الأنسب له. ولكن في الشركات ممكن يفصل لها التغطية اللي تطلبها ويحدد سعرها حسب ما هو مطلوب. ما هي مميزات وعيوب التأمين الصحي؟ مميزاته خدمة سريعة،
متوفرين 24 ساعة للرد على المكالمات. الرعاية العالية تستخدم المستشفيات الخاصة، والمستشفيات الخاصة يعني نفسها التجاري تقدم رعاية عالية. الطمأنينة في توفر العلاج، ما بتحتاج ان انت يعني تنتظر في طابور او يقول لك الدكتور فلاني مو موجود او هاي الجهاز مو متوفر عندنا، كل شيء متوفر وبتدفع قيمته شركة التأمين. الأدوية متوفرة، ما نسمع أحد من الشركات الكبيرة يشتكي يقول ما حصل دواء الفلاني لأنه مو متوفر في الوزارة أو في المركز الصحي. توفر الأجهزة الحديثة، في النهاية شركة التأمين قاعدة تدفع قيمتها، فالمستشفيات الخاصة قاعدة توفر كل أنواع الأجهزة الحديثة، والوصول إليها جدا سهل. إحنا نسمع عن حالات اللي يروح المراكز الصحية أو السلمانية ممكن يعطونا موعد، خلنا نفرض للإماراي عقب شهرين ثلاثة مقابل في القطاع الخاص بيحصلها في نفس اليوم أو يوم ثاني. أيضا يشمل العلاج في الخارج، ممكن لو العلاج مو متوفر في البحرين أو تقنيات مو متوفرة في البحرين، التأمين الصحي ممكن يدفع لك تكلفة العلاج في الخارج لو كان موجود عنده هذا الخيار في بوليصته. بالمقابل العيوب، دائما في مبلغ تحمل 5 دينار بتدفعها في كل دخلة، تكلفته عالية سواء على الفرد أو على المؤسسة اللي قاعدة تقدمه. مع التضخم اللي قاعد يصير مع غلاء الأسعار، التكلفة كل ما لها قاعدة تزيد. للأسف غلبت الهدف التجاري لدى بعض المستشفيات الخاصة وعملها كمؤسسات هادفة للربح، وأيضا وأحيانا بعض الأطباء. المستشفى في النهاية مشروع تجاري، يبقى يطلع قد ما يقدر. معروف صار عندنا في قطاع التأمين أن الأطباء يسألون يقابل المريض عندك تأمين، وإذا كان فعلا عنده تأمين بيسوي له فحوصات زيادة يمكن ما يحتاجها. مرت علي بعض الحالات اللي دكتور كان بيسوي عملية لشخص ما يحتاجها. يعني للأسف احنا في مجالنا نطلع على معلومات ما نقدر نفصح عنها كاملة يعني لسرية الأفراد والأشخاص نفسهم، ولكن قاعدين نشوف مستوى كبير من الغش للأسف من بعض المستشفيات والأطباء، يعني نأسف جدا لها. في المستشفيات الخاصة الحين بعضها قاعدة تحط تارجت على الدكتور، مطلوب منك تدخل لنا المبلغ الفلاني شهريا، وهذا يخليه تحت ضغط انه لازم يسوي لك اشياء زياده على اساس يقدر يوصل التارجت ماله. فهني يعني هذا يضر ب يعني مهنه الطب واهدافها الساميه. طبعا من العيوب ايضا عدم شموله لكل احتياجات المريض، وجود العديد من الاستثناءات. على سبيل المثال يعني مثال تقليدي الفيتامينات، التأمين الصحي ما يغطي الفيتامينات، وهذا استثناء عام في كل مكان في العالم، بالإضافة إلى العديد من الأشياء اللي التأمين الصحي ما يغطيها. أيضا وأخيرا تغطية محددة، عندما ينتهي حد التغطية السنوي تنتهي مسؤولية شركة التأمين وتبقى بدون علاج. فلنفرض وهذا أزيد مثلا الحالات، يكون الأمراض المزمنة محددة فلنفرض ب1000 دينار لشخص معين، فإذا كان هو عنده الضغط والسكر وحالة متقدمة مثلا بيكون راجع الدكتور مرات متعددة في السنة وأخذ أدويته، ممكن يوصل بعد 9 أشهر من السنة يقولون له خلاص انتهت ال1000 دينار، انت استخدمتها كامل، توقف عنك التغطية. الآن يعني بنتكلم عن صندوق الضمان الصحي، طبعا ما شفنا المشروع مو واضح، التصريحات متضاربة حول الموضوع، ولكن المعلومات اللي حطيتها هني طبعا مأخوذة عن تصريحات للمجلس الأعلى للصحة وتصريح لعدد من النواب. أنا حضرت بعد إعدادها ندوتين إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، واحدة في جمعية التأمين
وحده في غرفه تجاره وصناعه البحرين، وما اعتقد يعني في اي شيء تغير من اللي موجود ولا حتى الخلاصه اللي وصلت لها. من النقاط الاساسيه اللي ذكرت في التصريحات ان لا مساس بالخدمات المقدمه حاليا، رسوم على الخدمات الصحيه الخاصه، هم قالوا ان مشروع الضمان الصحي بيعطي الخيار للمواطن باستخدام المستشفيات الخاصة، وهذا بيكون له شروط معينة من ضمنها أنه بيكون في رسوم. في انضمام إلزامي للبحرينيين وغير البحرينيين للصندوق، صندوق الضمان الصحي، يمكن اختيار المركز الصحي للعلاج أو الجهة اللي توجه لها، يعني بيكون في خيار أن أنت تروح إلى المراكز الحكومية أو المستشفيات الخاصة. يمول صندوق من الاشتراكات والرسوم واقتطاعات إصابات العمل. إحنا الاشتراكات فهمنا معناها يعني الأجانب راح يدفع عنها عندهم رب العمل. اقتطاعات إصابات العمل وهي جزء من اللي تدفع الشركات في التأمينات الاجتماعية، 3% من اللي يندفع يروح إلى إصابات العمل، هذا راح ينتقل من التأمينات الاجتماعية إلى هذا الصندوق. بس الرسوم المقررة ما في لها تفسير ولا نعرف وش المقصود فيها. أيضا تم ذكر أنه راح يكون هناك رسوم مباشرة على الخدمة، مبلغ تحمل أو نسبة تحمل، وهي أكدها رئيس المجلس الأعلى للصحة أن حتى الخدمات اللي بتكون في المراكز الحكومية راح يكون على المواطن دفع نسبة أو مبلغ تحمل. المبلغ لم يحدد حاليا أو في مقترح بهذا المبلغ، وحسب ما قال بعد أنه قاعد يتم نقاشه في مجلس النواب. يعني اللي فهمته أنا أيضا أنه قاعد بيناقشونه، يعني ممكن يكون 3 دينار بيناقشونه بينزلونه إلى 1.5 دينار أو 2 دينار أو إلى آخره، ولكن الأكيد أنه بيكون في رسوم. أيضا ذكر أن شركات التأمين ستقدم خدمات تأمينية أساسية وإضافية للراغبين. يمكن في بعد سلايدين بعطيكم فكرة يعني إلى شلون متوقع. نقطة جدا مهمة وجدا خطيرة أيضا هي أن المراكز الصحية ستعمل وفق تسيير ذاتي، بمعنى أن المراكز الصحية اللي الموجودة متوزعة في مناطق البحرين راح تعمل وكأنها قطاع خاص، مطلوب منا أن يكون في دخل مساوي أو أعلى للمصاريف اللي مصاريفه اللي هي الأدوية ورواتب الموظفين من ممرضين وفنيين وأطباء وإداريين إلى آخره. وهذا يعني بيخلي كل عيوب التأمين الصحي الخاص أو المراكز الصحية المستشفيات الخاصة تنتقل إلى المراكز الصحية. نفس ما قلنا المراكز مذكورة أيضا في التصريحات، المراكز تمول نفسها من أجور تقديم الخدمة. يعني يمكن المواطن ما يشوفها بشكل مباشر، بس المتوقع أن أنت لما تروح المركز الصحي للمنطقة اللي أنت ساكن فيها راح احنا نسميها كليم فورم، يسوون استمارة مطالبة، وراح يطالبون الصندوق بأن أحمد حضر لنا سوينا له الخدمة الفلانية، هذه الفاتورة ادفعوها لنا، وهذا بيكون وجه الدخل الأساسي إلى المراكز الصحية. أيضا ذكر بأن السلة الصحية للمواطنين حق لكل مواطن ومكفولة من الدولة، على المواطنين دفع رسوم بسيطة عن تلقي الخدمة، يحق للمواطن اختيار السلة الاختيارية وهي مدعومة من الحكومة. وأيضا هذا يعطي أيضا مؤشر بأن السلة الاختيارية راح يدفع مقابلها المواطن. أيضا تكلموا عن كم بيكون الاشتراك، غير البحرينيين اللي رواتبهم أقل من 400 دينار بيندفع 72 دينار في السنة، ولكن بيتحملون أيضا 10% من رسوم أي خدمة يتلقونها. فيعني لو افترضنا أن باكر المراكز الصحية بتسعر خدماتها، يعني
لو راح إلى كشف معين وسوى له فحص معين وكانت فاتورته 50 دينار بيكون يدفع 5 دينار كرسوم. غير البحرينيين اللي رواتبهم 400 دينار وأكثر بيدخلون مو مذكور صراحة كم الرسم مالهم، ولكن سوف يكون لديهم أو سيكونوا مستحقين للرزمة الاختيارية. بنشرحها حينك بشوية الرزمة الاختيارية. الزوار يدفعون، الزوار بمعنى اللي غير المقيمين اللي بيزورون البحرين راح يدفعون رسوم تأمينية مع التأشيرة مع الفيزا، نفس ما احنا اليوم لو واحد بيروح أوروبا على سبيل المثال من متطلبات الفيزا انه يقدم لهم تأمين سفر وهو يشمل التأمين الصحي. أهداف الصندوق حسب ما قالوها تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة، منح المريض حرية اختيار مزود الخدمات الصحية. من النقاط اللي قالوها هني إن إذا أنت ساكن في مدينة عيسى ما بيكون شرط عليك تروح مركز مدينة عيسى، بيكون مفتوح عندك المجال إن أنت تروح المركز الفلاني في المحرق على سبيل المثال لو كان خدمته أحسن وسمعته أفضل، فأنت ممكن تفضل تروح له، ما بيكون في تقييد. بتتغير طريقة التمويل الحالية وهذه أهم نقطة بالنسبة للحكومة. توفير وضبط الإنفاق، الجودة والتنافسية بين المستشفيات وتشجيعها على استقطاب المواطن. باكر بصير على المستشفى أن يحبب المواطن أن يستخدمه بدل ما هو اليوم يتمرمط وهو قاعد عنده والناس تشتكي وتأخير وإلى آخره. باكر بيضطر المركز أنه يقدم خدمات عالية بسرعة، يكون لطيف في التعامل إلى المواطن على أساس يجي عنده ما يروح إلى المركز اللي في المنطقة الثانية لأنه محتاج الدخل اللي بدش له من هذا المواطن. نظام معلومات صحية دقيقة ومفصلة، الملف الإلكتروني الموحد، وأيضا تقرير سنوي عن رضا المرضى. وأخيرا سوف يطبق هذا النظام على عدة مراحل خلال 3 سنوات من إقرار القانون. يعني تجدر الإشارة أن واحد من أهم الأهداف اللي يعني تطرح أن إحنا بنعدل جودة الخدمات المقدمة، وهذا يعني ناجم عن فشل إداري في يعني فشل في إدارة المستشفيات. وصلنا لهذا الحال اللي هي المواطن يتدمر لما يضطر أنه يروح إلى المراكز الصحية، والحل هم دائما الحل الأسأل أنهم يباعدون المسؤولية عن نفسهم، نعطيها إلى شخص ثاني إلى جهة ثانية هي تتحمل المسؤولية وتديرها كمشروع تجاري. يعني هذه عشان أوضح لكم شوية الصورة. غير البحرينيين من رواتبهم أقل من 400 دينار بيكون عندهم الخدمات الأساسية طبعا إلزامية لكل الفئات، بعدين الخدمات الاختيارية يا أما تكون من يشتريها من صندوق الضمان نفسه أو عبر شركات التأمين الخاصة. طبعاً اللي يستلم أقل من 400 دينار من الأجانب ما بيكون متاح له هذه الخدمة. ما عندي فكرة ولا يعني أتساءل ليش هاي التمييز أساساً. يعني غير البحرينيين 400 دينار رواتبهم أعلى بيكون متاح له الخدمات الاختيارية من الصندوق نفسه أو من شركات التأمين، والبحرينيين طبعاً إلزامي الخدمات الأساسية ومتاح له اختيار يأخذ من شركات التأمين أو من صندوق الضمان. الخلاصة والموقف، هناك فصل وتمييز طبقي في تقديم الخدمات الصحية. ستعمل المراكز الصحية كمراكز تجارية هادفة للربح أو على أقل تقدير هادفة لتغطية تكاليفها. مع الوقت ستتكون أو ستنتقل مساوئ التأمين الصحي أو التأمين التجاري إلى المراكز الصحية. سيكون على المواطن تحمل رسوم ربما تكون صغيرة في المراكز الحكومية وأكبر في المستشفيات الخاصة. مثلا ممكن يكون إذا رحت المركز الصحي تدفع 2 أو 3 دينار وإذا رحت المستشفى الخاص تدفع 5 دينار. الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمة وتخفيض التكاليف، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إدارة رشيدة ومتطورة. أيضا المشروع يحمل المواطن جزء صغير من التكلفة اليوم، ونعتقد أن الهدف غير المعلن رفع هذا الجزء مستقبلا.
بدون هذا المشروع لو الحكومة قررت أن كل مواطن مسؤول عن تكلفة رعاية الصحية وأن تدفع اشتراك أو ضريبة سنوية مقابلها، قبل ذا المشروع ما كان عندهم الأرضية أو الانفراستراكشر أنهم يقولون كل شخص لازم يدفع 500 دينار أو 400 دينار أو 600 دينار. وجود هذا النظام، وجود هذا الصندوق بيسهل مستقبلا لو كان هذا هو التوجه، أنه يكون محدد السعر أو المبلغ اللي راح يحمله المواطن. نرى أن هذا المشروع قصير المدى والرؤية، وعلى المدى البعيد سيتضرر المواطن وبالأخص المواطن ذو الدخل الضعيف. واحدة من يعني الأفكار اللي جتني أنه صعب تقنع الناس اليوم تقول لهم أن احنا لازم نعارض ذا المشروع أو نعمل على تحسينه، لأن الدولة قاعدة تقول له بنعطيك أكسس، بتقدر تروح المستشفيات الخاصة، بصير عندك تأمين صحي، بصير عندك كذي. فعلى المدى القصير الناس بتستانس بتشوفه، ولكن على المدى البعيد نتوقع أنه يكون يعني ضد المواطن أو ما يخدم المواطن، وبالذات المواطن اللي حاله ضعيف، اللي دينارين بتقول بتخليه يقول ما بروح المستشفى. وإحنا نعرف يعني في وسطنا واجد من الناس اللي دينارين يعني مبلغ كبير بالنسبة لهم. أيضا البنك الدولي هو مستشار الدولة في وضع القانون، وأنا أعتقد أن ما في أي مكان تدخل في البنك الدولي وأي مشروع قدمه إلا جاء بأسوأ النتائج على المواطن، ودائما أدى إلى اضطرابات ويعني في الدولة نفسها. أخيرا سيساهم المشروع في تطوير خطط تأمين صحي جديدة، ولكن لا يجب أن تتهرب أو يجب أن لا تتهرب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية كضامن للرعاية الصحية. وهذه آخر نقطة عندي، سامحوني على الإطالة.